جام مقبيل شرحت لنا شويه كلمه زدلد اللي ولات مرتبطه باسمك صح. حدو كان نروح نشوفوا بعض الكلمات وانت تشرحها بناء على طلب الجمهور بعد ما قلنا له بلي جام راح يكون معنا. واول كلمه كانت زدلدل، كاين بزاف الناس ما فهموهاش، مقبيل شرحت لنا شويه، بصح عطينا شرح مختصر واش معناتها زدلدل. سي كلمه هذه اخترعتها انايا بكل بساطة وشغل افيك توت موديستي، شغل ما اخترعتش الما سخون. سي انا جفولي ميتر كلمة اللي ما تكزيستيش، تسمى كي تحوس على الالبوم ديالي تسمع زدلدل طابيها نخرج غير انا، ماشي كيما زعما الالبوم ديالي نسميها باش انا سبيريت افريكا ولا شغل نو. دونك لو هاشتاغ زدلدل درت هاشتاغ سي بور تراسي كاع اللي يسمعوا الالبوم ويكتبوا بلي يسمعوا الالبوم، كي ندير هاشتاغ زدلدل نقدر نلقاها في الشبكات الاجتماعية. وهي كيما فهمتك من قبيله سي بور موا سي اون ريتميك. علاش درتها؟ باسكو كي نهضر انا على الموسيقى ولا يكون معايا ميوزيسيان في لا ريبيتيسيون نقول له شغل لو ريتم هذا يلعب زدلدل طا زدلدل ولا زدلدل زدلدل طا، شايف؟ دونك نهضر كوم سي حنا نقولوا دو دوم طا مي افيك بطريقتي الخاصه. في لو ريغي في لا ميوزيك جاز يقول يعيطوا لهم لي سكات، شغل كي نسمعوا في ان جاز يقول سكات دانم سكات دانم، يقول لك اي اون تران سكاتي وانا شو ان تران دو زدلدلي. هذه هي، احنا نعرفوك بلي تحب تبحث في التراث الافريقي، احنا بالنا كلمه جبتها من الثقافه الافريقيه من كاش بلاد. لا هي ثقافه هذه زدلدليه.